حاليا الان يتم خلص عبور السيارات من جوله الحوض اتجاه الان السيارات ان شاء الله ان شاء الله. اتصل قول لهم انا على صفحه الهلال اتصل قول لهم تشتوا بدين سيارتك زعمني هنا. الان حاليا السياره تتجه من جوله الحوض حبيبي حيابي السياره الان بدين اتجاههم باتجاه من جوله الحوض باتجاه اخر مكان للشرعيه باتجاه الحوبان ان شاء الله. نايف الوافي حبيبي نبدا قلبك. هذه الان السياره رايح باتجاه الحوبان. شوف المسافرين هذا الاطفال ان شاء الله بعد دقائق هم يكونوا بحضر الشباب والذي ساهم في عمل الخط هذا. واشكر تعز الذي ساهمت واللي قام بتعز. اشكركم جميعا. واسمي فيصل عبد علي الحيدري. احيي تعز. الله معك. هذا الصالون الان الاخر. ها ان شاء الله باذن الله. قوم البوم حق القاصر. ايش قصدك اربع خمس سيارات؟ ورافقكم خليهم يخرجون. تمام. خليهم يخرجوا معاهم. تمام. هذه السيارة الآن رايحة الآن من جولة الحوض اتجاه. أنا أشكركم جميعاً. الله. أشكركم جميعاً. توصلوا بالسلامة. حفظكم الله أيها الأطفال الكرام. حفظكم الله. السيارة ألو. جميع القنوات التي ساهمت في فتح الخط وكنت لكم النصيب الأكبر. وأنا أثني عليكم من أرض السعودية ومن أرض الله تعز. أثني عليكم ويقفزكم أتابعكم أول بأول. وشكرا لكم. هذا من هناك. هناك ما ها انا اشوفك وانت تتابع على الكهرباء. الله الله وتتابع على كل شيء. وانت حبيبي وانا احبك والله احبك. انا افدي قلبك. وبالسهرات بالعود انا اتابعكم وانا صديق معاكم. انا افدي قلبك. انا صديق. شوف الجوال انا صديق. الاسم فيصل عبد العزيز الحيدري. فيصل حيدري. افدي قلبك. بالتوفيق توصلوا بالسلامه ان شاء الله. افدي قلبكم. حياك انا. الله يرضى عليك. يا اخوان قالوا الاعلاميين يدخلوا بعدين السياره. والله وهذه السياره الان متجه رايح الان رايحين باتجاه يصلوا لاخر مكان باتجاه الحوبان ينطلقوا. قبلهم والله. اهلا. الآن حاليا يتم إدخال يا الله. شوفوا حتى بتعز. شوفوا المصور يزن الفهيدي. المراسلة مها علي. شوفوا هذا يعني أسرة قناة بلقيس الآن حاليا متواجدين هنا. ينقلوا لكم الصوت والصورة. ينقلوا لكم ربما أنكم حصلتم هناك قدام شوية دباش. لكن تمام تمشي الأمور كلها إن شاء الله. خلاص مشت. قد مشت الأمور. قد مشت إن شاء الله.
وهذا طه صالح المهرية. طه تعال تعال تعال. كيف الأمور؟ والله الأمور كانت بالصباح متوترة، لكن الحمد لله الآن اتصلنا بصلاح الرحال ووضح وضيش، قالوا إنهم في النقطة الأولى للجيش بقدر وصول أول سيارة حركت من هذه النقطة لكي تدخل السيارات باتجاه الآخر. يلا ان شاء الله والله شوف اقول لابناء عز انتم الوحيدين اللي قدمتم العيد، يعني قدمتم العيد على ثلاث ايام، هو بعد ثلاث ايام احنا قدمناه، والفرحه ان شاء الله تكتمل. الفرحه فرحتين، فرحه العيد وفرحه فتح الحوبان. ما عيد الا بالحوبان ان شاء الله باذن الله. ما عيد الا بالحوبان ان شاء الله. فرحة عم الجميع. يا والله فرحة عم الجميع والله. الله يبارك. خلنا نروح. خلونا نروح بعد السيارة هذه. السيارة بالنقطة لأن كم نريد نواجه. هنا. أول نقطة. أول نقطة. أيوه. كا. سيارة عندهم. خلاص الان الامور تمام. هذه اول سياره، اول سياره هي بتدخل عند احنا. ايوه الطريق تفتتح والحرب ما انتهاش. سهل سهل، حبه حبه يعني حبه حبه اشتقي عادهم كنت شنو حبه حبه اشتقي ما اقول اصبر. هات صور مبادر اليوم ليش تبدا على قناتك صح؟ هذا صور مبادر. ها؟ من البدر. وهذا واحد اهلا اهلا ايش يا استاذ؟ خلاص داخل ان شاء الله. اول سياره دخلت الان وبنقطه التفتيش، وايضا سياره عبرت من هنا من حضن اشرف باتجاههم. ثلاث سيارات تقريبا من هنا. ثلاث سيارات. الصالون دخل اول حبه الصالون. شوف على النقله نوعيه من الطريق الفرعي الى هنا الى الزين الى الطريق الرئيسي. اصحاب السياره اللي وقفوا روحوا. ها رجعوا اللي رجعوا رجعوا مليان. عيني تكاد تبكي من شدة الفرح. ايوه صدق تكاد عيني تبكي من شدة الفرح. خريت الله سبحانه وتعالى ساجدا شاكرا باكين الله سبحانه وتعالى. فهذه فرحة عم الجميع. والله انا زعلان على اللي عطفوا علقه كانوا واقفين روحوا. يا احمد امانه بو سيارة كثير لكن هنا مسافرين اصحاب صوالين رجعوا عطفوا. يلا شي خبرناهم ننشر. ايوه خلاص الان نروح هناك. هناك احمد نروح هناك. اما دوره تدخل ولا لا؟ طب امراض غسيل فشل كلوي. ها فشل كلوي لهم من 8 سنين، من 15 سنه، من 10 سنه يا شباب. خلوه انا لا معي قبل لا نجي ندخلوا. شوف القهال اللي فوق ديننا. فوق سياره شخص شخص فوق سياره شخص. والله علامة الجمهوري ولا ان شاء الله بكون مسافرين طبعاً شرعاب. يعني اصبح العيد عيدين. احنا قدمنا العيد. احنا قدمنا العيد الان. يعتبر يعتبر قدمنا العيد يوم ما باكر. يلا حضان دخلين. انا معي ذيك بس الاولى غيره مع شعر. هذه قصه عن هاي قصه عن فاقعه هنا الدود. شفتوك انا خليتك على المباشر تتكلم. ايوه سياره الان قبل يمشوا الان سمحوا. هذه قد جزعة سياره من هناك الان جاي باتجاهنا. صورنا من المنفذ دخلت ان شاء الله يكون خير. يا نائف روح اخر نقطة يا اخينا من بعد من بعد قبل امس اهل كذا شوية فقعصة. حيا حيا يا الحبيب. سهاد معك مراسليك من داخل الميدان. السيارة قبلين قزعين الان. انا عادنا هناك هناك. خلاص شوية يعني كم أكمل واجي. يلا غيره. ها
الحين ما باقي اللي مش داري يتهمنا بالحوثنا بعد السلام عليك واللي مش داري اهم حاجه تفتح الطريق ويقزعوا لنا طز الحمام اهم حاجه تفتح الطريق انا داري ايش افتح اهم حاجه تفتح الطريق ملينا احنا ركبوه خارج احنا اليوم علقوه صوت المحليه دائما متاخر يا قولوا بركم جاي 1200 يا ابو بكر النقي يا عواد يا عواد ها ليش ما تصفح نعم ليش ما تفتح الصفحه هنا دخل هذا من عندنا من قلة الحوض في اتجاههم هناك من اتجاههم على يعني ما دخل عندهم الإعلامي خلوا المدنية تقوم انزل هنا في حشد ايوه في حشد عندنا